إيران فتحت جبهة استهداف القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من جديد، وذلك من خلال هجوم نفذته إحدى فصائلها المسلحة في المنطقة بتوقيتات حساسة للغاية. تفاصيل هذا الهجوم نشرته اليوم وكالة مهر نيوز الإيرانية، بالإضافة إلى أن عدد من المسؤولين الأمريكيين أكدوا هذا الهجوم للارا سيليغمان من البوليتيكو الأمريكية وكذلك باراك رافيد من موقع أكسيوس الأمريكي. هذا الهجوم كان قد طال إحدى أهم القواعد الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وهي قاعدة التنف تحديدا، والتي يطلقون عليها أيضا منطقة 55 كيلو، والتي تأتي في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، وهنالك قوات أمريكية في هذه القاعدة بالإضافة إلى جيش سوريا الحرة. الذي جرى هنا بأن طائرة مسيرة مفخخة انطلقت مباشرة باتجاه هذه القاعدة، ولكن المنظومات الدفاعية والرادارية كانت حاضرة في رصد هذه الطائرة، وتمكنت في نهاية المطاف من ضرب هذه الطائرة وتدميرها بالتمام والكمال. لا قتلى لا جرحى ولا أضرار أبدا تجاه هذه القاعدة، ولم يكن هنالك أي ذكر لأي طرف أو أي فصيل بأنه كان على سبيل المثال هو خلف هذا الهجوم أو من أين انطلقت هذه الطائرة. ولكن في العادة أما الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران هي التي تنفذ مثل هذه الهجمات، أو كما اعتدنا أيضا في فترات سابقة أن تقوم الفصائل المقربة من إيران في سوريا بمثل هذه الهجمات بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب ببساطة، باستغلال المساحات المفتوحة لتحقيق مثل هذه الاستهدافات. المثير بهذه المسألة وبهذا الهجوم، وإن كان بطائرة مسيرة وتم التصدي لها ولا أضرار نهائيا، إلا أن هذا الهجوم يأتي بعد توقف للهجمات تجاه القواعد الأمريكية كانت في العراق، والتي هي طبعا هنالك مستشارية التحالف الدولي الذين متواجدين من ضمن القواعد العراقية، وكذلك القوات الأمريكية الموجودة في سوريا. توقفت الهجمات منذ 4 فبراير حتى يومنا هذا، ما يقرب الشهرين تقريبا، ولم يكن هنالك أي هجوم تجاه هذه القواعد، وذلك من خلال ضبط الإيقاع من قبل إيران التي ضبطت إيقاع هذه الفصائل وقالت لها أوقفي هذه الاستهدافات بعد تصعيد كبير للغاية بعد مقتل 3 جنود الأمريكيين في البرج 22 في داخل المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المثلث الذي ترونه هنا. وبالتالي تصاعدت الأمور، بدأت حملة عسكرية أمريكية وتوقف إطلاق النار، ولكن ها هي تعود الاستهدافات مرة أخرى على قواعد التحالف الدولي، وهذه مسألة خطيرة للغاية لأنها ستفتح الباب أيضا على القواعد أو على التواجد الأمريكي من مستشارية التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد، قد تكون في إقليم كردستان، أو القواعد الأمريكية الموجودة إلى شرق نهر الفرات، كلها ستكون أهدافا في الفترة القادمة، وخاصة أن هذا الهجوم الذي نتحدث عنه هو يأتي مباشرة بعد هجوم إسرائيلي هائل هز العالم بأكمله باتجاه القنصلية الإيرانية. قاموا بتدمير القنصلية الإيرانية بالتمام والكمال بطائرات F-35 الشبح، وكذلك أخرجوا السفارة الإيرانية عن الخدمة. الضربة تجاه القنصلية الإيرانية أدت إلى مقتل 13 شخصا، 7 منهم هم من كبار الشخصيات العسكرية في الحرس الثوري الإيراني، كانوا كلهم متواجدين في مبنى القنصلية وقتلوا جميعا بهذه الضربة. والآن إيران بدأت تحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما يجري. على سبيل المثال علي شامخاني المستشار السياسي للمرشد الإيراني أو المرشد الأعلى الإيراني كان قد تحدث وقال بأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة تجاه هذه الجريمة كما وصفها، بالإضافة أيضا إلى وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الذي قال بأنهم أرسلوا رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال طلب وزارة الخارجية أو استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية لمسؤول السفارة السويسرية، لأن سويسرا هي تعتبر الراعي الرسمي للمصالح الأمريكية الموجودة في إيران، وأرسلوا له هذه الرسالة لكي تسلم سويسرا هذه الرسالة للولايات المتحدة. وببساطة قال يجب أن تتحمل أمريكا المسؤولية، وها نحن نرى هذه الهجمات تصل إلى قاعدة التنف وممكن أن تتصاعد إلى قواعد أخرى إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا، وهذا على الرغم أن الضربة كانت إسرائيلية بحتة. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسالة مباشرة لإيران بحسب ما تحدثت عنه أو تحدث عنه موقع أكسيوس الأمريكية. الولايات المتحدة قالت بأننا لن نشارك بها لم نشارك
بهذه العملية، ولم تبلغنا إسرائيل بهذه العملية إلا قبل دقائق من تنفيذ هذه الضربة تجاه القنصلية الإيرانية، ولم يطلبوا أي ضوء أخضر منا لكي ينفذوا هذه الضربة، ونفذوا هذه الضربة بإرادتهم الكاملة. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك أي مسؤولية من هذه الضربة التي جاءت تجاه هذه القنصلية الإيرانية، وأن إسرائيل تتحملها بالكامل. وإسرائيل بررت هذه الضربة ببساطة وقالت بحسب معلوماتنا الاستخبارية المبنى الذي استهدفناه هو ليس مبنى القنصلية أو مبنى تابع للسفارة، لا أبدا، بل هو عبارة عن مبنى عسكري لفيرق القدس الإيراني في دمشق. وبرروا هذه المسألة، إذا كانت هي فعلا مبنى للقنصلية، لماذا إذن 7 من الشخصيات العسكرية الرفيعة المستوى كانت موجودة في تلك القنصلية؟ حتى نيويورك تايمز كانت قد كشفت معلومات مثيرة للغاية، قالت بأن هذه الضربة استهدفت اجتماعا كان من المقرر أن يناقش فيه مسؤولو المخابرات الإيرانية والمسلحون الفلسطينيون الحرب في غزة، وجاءت إسرائيل لتحقق هذه الضربة. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تبتعد قدر الإمكان من تحمل أي مسؤولية بهذه الضربة، لأن مثل هذه الضربة ممكن أن تشعل حربا إقليمية كبيرة لا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا إدارة بايدن، وخاصة أن بايدن مقبل تماما على انتخابات مهمة للغاية في نوفمبر القادم، ولا يريد توسع الحرب بشكل أكبر، لأن هذا الأمر لن يكون في صالحه، وخاصة أن إدارة بايدن بدأت تعد لمرحلة ما بعد قطاع غزة، وذلك من خلال إرسال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية أكسيوس مرة أخرى، كشفت تفاصيل هذه الزيارة وما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تحققه من هذه الزيارة. أولى هذه الأمور التي ذكرها موقع أكسيوس بأن هنالك تقدما في الاتفاقية الدفاعية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ستكون اتفاقية هائلة ومشاركة عسكرية هائلة بين البلدين، بالإضافة إلى أن هنالك أيضا تقدما في دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع ولمفاعل نووي سلمي خاص في المملكة العربية السعودية على أرض المملكة العربية السعودية، وكذلك أن يكون هنالك تطبيعا واتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل مشروطة بحل الدولتين، وأن تكون هنالك دولة فلسطينية مستقلة لا تتدخل بها إسرائيل بأي شكل من الأشكال. وذلك لأن إدارة بايدن ترى بأن مثل هذا الاتفاق إن تم التوقيع عليه والاتفاق عليه بكامل بنوده مع المملكة العربية السعودية وأرسل لبنيامين نتنياهو، فإن هذا الاتفاق سيكون محرجا لبنيامين نتنياهو، لأنه إن رفضه فهذا يعني بأنه يرفض السلام في المنطقة، يرفض الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، ويرفض دولة فلسطينية، وبالتالي هو سيبدو وكأنه خاسر كبير، وخاصة وأنه في المستقبل ليس لديه مستقبل سياسي، ومثل هذا الاتفاق ممكن أن يكون اتفاقا تاريخيا بالنسبة لبنيامين نتنياهو. بالتالي إدارة بايدن تعمل على هذه المسألة بشكل كبير، وأي حرب إقليمية بسبب القنصلية التي ضربت في دمشق من الممكن أن تضر بكل هذه التحركات الدبلوماسية، وخاصة أن هذه الانتخابات وبايدن على بعد 7 أشهر من الانتخابات الأمريكية، ممكن خلال 2 شهر أن تنتهي الحرب في رفح والسيطرة على قطاع غزة، وأن يتحقق هذا الاتفاق، وبالتالي بايدن أن يكون في موقف جيد أمام دونالد ترامب في 5 نوفمبر القادم إذا ما تحققت هذه المعادلة. وإيران طبعا توعدت كثيرا بالرد على إسرائيل، لكن الولايات المتحدة تعلم تماما أن خيارات إيران لن تكون الحرب الإقليمية في المنطقة، وهذا من خلال تقييمات قد وضعت على سبيل المثال من قبل الاسبكتيتر. الاسبكتيتر هي التي أوضحت طبيعة الخيارات الإيرانية في هذا الرد. الضربة التي جاءت في دمشق طبعا على القنصلية الإيرانية من المفترض وتعطي الحق الكامل لإيران أن تشعل الحرب، أن تضرب إسرائيل وغيرها، وهذا ما تتوعد به إيران. ولكن إن إيران فرضا قررت إطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة باتجاه إسرائيل، فهنالك مشكلة أن المسافة من إيران إلى إسرائيل بعيدة للغاية، مسافة طويلة للغاية، وهنالك منظومات دفاعية أمريكية للباتريوت في إقليم كردستان، وكذلك في قاعدة عين الأسد، ليس واضحا إذا ما كانت منظومة الباتريوت في إقليم كردستان قد تم تفعيلها أو لا، ولكن هذه المنظومات هي حاضرة، هنالك منظومات رادارية ممكن أن تكشف هذه الصواريخ، وبالتالي ممكن أن تسقط الصواريخ وهي تحلق فوق الأجواء العراقية، وكذلك أن هذه الصواريخ إذا انطلقت بهذا الشكل وتعدت الحدود العراقية فهي قد تصل فوق الأجواء المملكة الأردنية الهاشمية دولة ذات سيادة، وبالتالي لن تصل هذه الصواريخ إلى أي طريق باتجاه
إسرائيل، وكذلك إن حاولوا من إطلاق الصواريخ على سبيل المثال من فوق الكويت فإن هنالك قاعدة أمريكية أو تواجد أمريكي هنا، ومن الممكن أن تتعرض الصواريخ أيضا أن تسقط في هذه المنطقة، أو حاولوا إطلاقها مثلا من هذه المنطقة بهذا الشكل باتجاه إسرائيل، أيضا هي سيكون فيها خرق للسيادة للمملكة العربية السعودية، وممكن أن تسقط جميع الصواريخ في المملكة العربية السعودية. بالتالي الطريق الوحيد بالنسبة لإيران هو إطلاقها من قاعدة كرمنشاه بهذا الشكل، وتتعدى المنظومات الدفاعية الأمريكية الموجودة في العراق لتحلق فوق سوريا المفتوحة أجوائها تماما، لتصل إلى الجولان لتضرب العمق الإسرائيلي. ولكن في إسرائيل أيضا هنالك منظومات إنذار مبكر ورادارية على أعلى المستويات، وهنالك منظومات دفاعية كبيرة من منظومات الباتريوت وغيرها الدفاعية التي درست هذا السيناريو كثيرا، قادرة على إسقاط الصواريخ بشكل كبير، وحتى أن تمكنت إيران من إيصال صواريخها وطائراتها المسيرة بشكل مباشر. فاحتمالية أنها تنتقم لما جرى في دمشق ضعيفة للغاية، لأنها بحاجة إلى اغتيال شخصيات مهمة بارزة من إسرائيل كي تقول بأننا قد رددنا وقمنا برد معقول بالنسبة لهم. وبالنسبة وعلى هذا الأساس إيران بحسب السبكتيتر ستبحث عن جبهات وأماكن مختلفة للرد، وهذا يفتح الباب بشكل خطير على إقليم كردستان. ممكن كما تفعل دائما أن تقول ببساطة بأن هنالك مقرات للموساد الإسرائيلي وتستهدف هذه المقرات كما تدعي هي، ولم يثبت هذا الأمر نهائيا من الجانب الإيراني، وأن تحقق هذه الضربة وبالتالي تعتبر نفسها وكأنها انتقمت لما جرى في دمشق تحديدا والضربة الإسرائيلية على القنصلية. وكذلك أيضا من الممكن أن تقوم بعمليات خاصة بالنسبة لإيران على السفارات والقنصليات الإيرانية أو القنصليات الإسرائيلية الموجودة حول العالم لكي تضرب شخصيات مهمة انتقاما لما جرى في القنصلية الإيرانية في دمشق، أو أنها تذهب إلى ضرب القوات الأمريكية كما نتحدث اليوم، إن كانت القوات في قاعدة التنف أو القواعد الأخرى الموجودة في أو التواجد الأمريكي الموجود في العراق وفي سوريا، ممكن أي جنود وغيرهم ممكن أن يتم ضربهم أو اغتيالهم من قبل الجانب الإيراني. وبالتالي هنا إيران تعطي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية وتجبر الولايات المتحدة هنا أن تضغط على إسرائيل أن لا تقوم بإسرائيل بمثل هذه العمليات في المستقبل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض إلى ضغط وإلى خسائر بسبب الأفعال الإسرائيلية. بالتالي الولايات المتحدة معروف هي قادرة نوعا ما على التأثير على إسرائيل إن تعرضت إلى خسائر. وبالتالي الخيارات الإيرانية واضحة، كلها تبحث عن الردع، عن حفظ ماء الوجه، ولن تكون هنالك حسابات أكبر من الحسابات التي يتحدث عنها العالم بأن الأمور ممكن أن تكون متجهة إلى ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل بسبب كل ما جرى. وهذا ما تعرفه حق المعرفة إدارة بايدن وتعمل عليه بكل تأكيد.